البخاري قدس الله سره الذي سمى الى حضرة شيخنا واستاذي نور العلماء ابن عبد القادر عبد الله القادري قدس الله سره العزيز اللهم الى حضرة سائر مشايخنا في طريقة سلسلة القادرية والرفاعية والشتية وزهر وردية والصوفية والشاذلية والبرهانية وسائر طرائقهم مشايخ في الحقيات الجلال والإكرام اللهم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع قلبائنا ولمن دفنوا حوالينا هذا البلدان يا رب العالمين اللهم إلى حضرة أولياء الله تعالى ومشايخ الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى حيا وميتا كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم وأمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم وبحقهم وبأسرارهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض أزواجنا وأولادنا وأمراض حاضر منا وأمراض من نبينا وأمراض من نوصانا يا شافي الأمراض أمراض الله ليتي والباطنية الإنسانية والروحانية شفاء تاما لا يقادر سقما ولا علما اللهم أن تبارك لنا في كل حركاتنا وسكناتنا وتعلمنا وتعليمنا وفي سائر معاملاتنا خصوصا من استمعنا هذا في جلستنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم ربي وفقنا لخدمة دينك الإسلام على طريقة أهل السنة والجماعة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار